بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور وائل شعلان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكري، كلية الطب جامعة اسكندرية. أنا حابب أتكلم معاكم النهاردة عن الأعراض الخاصة بأمراض الأوعية الدموية، واللي هي لو أي حد اشتكى منها لازم يشوف حد متخصص في جراحة الأوعية الدموية. الأعراض دي بنقسمها إلى حاجات مرتبطة بالشرايين وحاجات مرتبطة بالأوردة. والشرايين ديت اللي هي بتغذي الأجزاء المختلفة من الجسم، يعني بتغذي الرجل، بتغذي الإيد، القلب، المخ، الأمعاء، الكلية. والأوردة هي اللي بترجع الدم من الأجزاء ديت للقلب. الأعراض المرتبطة بالشرايين اللي هي قصور الشرايين، وهذا القصور ممكن يكون قصور حاد، يعني فجأة حصل قطع للدورة الدموية للرجل، ودي بتدخلنا في مشاكل لازم فيها التدخل يبقى سريع، أو قصور مزمن والعيان هنا بيشتكي من أعراض مزمنة. من هذه الأعراض اللي تقول لي إن أنا لازم أشوف حد متخصص في جراحة الأوعية الدموية الشد العضلي، والشد العضلي اللي بيجي مع المشي والمجهود، لكن ده مختلف عن الشد العضلي اللي بيجي والعيان نايم أو مستريح. اللي بيجي مع المشي والمجهود ده مرتبط بانسداد الشرايين، أما اللي بيجي والعيان نايم أو من غير ما يعمل مجهود ده مرتبط بالأوردة. من ضمن المشاكل اللي بتحصل برضو مع الشرايين وغير الانسدادات الشرايين الحاجات التمددات الشرايين، يعني تمدد الشريان اللي في البطن، تمدد الشريان اللي في الرقبة، والحاجات دي كلها بتتطلب ان احنا نعمل فحوصات للشرايين ديت عشان نعمل لها علاج، والعلاج ساعات بيبقى بالقسطرة او بالجراحة. الحاجات المرتبطة برضو بالشرايين هي المرتبطة بشرايين المخ، وهي انسداد الشرايين السباتية اللي هي في الرقبة، ودي بتبقى أعراضها إن واحد ما يقدرش يحرك إيده أو رجله فجأة ولمدة 24 ساعة، أو إن هو فجأة النظر بتاعه ضعف أو قل وده لمدة 24 ساعة، أو حصل له لا قدر الله جلطة في المخ ومش قادر يحرك إيده أو رجليه. هنا بنشك إن يبقى في حاجة في شرايين الرقبة، وبيتعمل لها فحص بالموجات الصوتية، وممكن نعمل لها قسطرة أو تسليك شرايين. من الحاجات برضو المهمة جدا في انسداد الشرايين، انسداد الشرايين الأمعاء، وهنا العيان بيبقى حاسس ان هو لما بيجي ياكل بيحصل فيه مشكلة في الأكل، ووزنه بيخس من 20-30 كيلو جرام، وفي الحالات اللي زي ديت بيبقى فيه نقص في الدورة الدموية في الأمعاء، وبتحتاج انها تتعالج. برضو من الحاجات المهمة هي انسداد شرايين الكلى، وفي الحالات اللي زي دي بنلاقي العيان بياخد أدوية لإصلاح الضغط بتاعه، وبالرغم إنه بياخد 3-4 أدوية إلا إن الضغط الدم بتاعه بيبقى دايماً عالي، وفي الحالات اللي زي دي بنشك إن شريان الكلى يبقى مسدود أو في ضيق، ولازم يتثبت ويتصلح بقسطرة أو الجراحة. ده بالنسبة للشرايين. أما بالنسبة للأوردة، فأمراض الأوردة اللي بتصيب المريض دي بتبقى يا إما في صورة دوالي، وده بيشتكي منها ان رجليه بتورم لما بيقف كتير، بيبقى فيه تقل في رجليه، بيبقى فيه شد عضلي وهو نايم، او ان يحصل له لا قدر الله جلطات في الاورده او ضيق في الاورده، وفي الحالات اللي زي ديت بتتطلب ان احنا نعمله يا اما قسطره او ليزر، او ان احنا نعملها له جراحيا. من الحاجات المهمه برضو اللي احنا نحطها في دماغنا، ودي مرتبطه بامراض الاوعيه الدمويه خصوصا للستات اللي بيشتكوا من مشاكل في الدوره، أو مشاكل في الحمل والإجهاض المتكرر، أو مشاكل في قبل الدورة والاحتقانات، دي كلها بتبقى مرتبطة بارتجاعات في الأوردة بتاعة الحوض، وبرضو دي لازم تتطلب المريضة أنها حد من جراحة الأوعية الدموية ومتخصص أوعية دموية يشوفها، لأنها ممكن نعالجها بالقسطرة التداخلية أو بالجراحة. من أهم المشاكل اللي لازم جراح الأوعية الدموية يبقى متداخل فيها، وإن أي مريض يشتكي منها لازم يعرض نفسه على جراحة أوعية دموية، هي مشاكل القدم السكري. ومشاكل القدم السكري من المشاكل الكتيرة جدا في بلدنا، نتيجة إن مرض السكر متفشي جدا في المصريين وفي الشرق أوسطيين بصورة خاصة، ولازم مريض السكر يعرض نفسه على جراح الأوعية الدموية، لأن في مشاكل كتيرة بتحصل في القدم سببها الشرايين، من ضمنها انسداد الشرايين، التهابات الأعصاب الطرفية، أي قرح أو التهابات في الصوابع بتاعة القدم، أي اختلاف في المشية بتاعة رجله، إذا كان في أي تشوهات في القدم، فكل ديت سببها مشاكل في الشرايين أو الأعصاب أو الالتهابات وعدم تنظيم السكر، لازم يتعرض على جراح أوعية دموية، لأن هم اللي بيبقوا متخصصين أكتر في علاج والاهتمام بهذه المشاكل. فزي ما احنا يعني عارفين إن
حاجات كتير قوي يو هاف تو ان لازم تعرض نفسك على جراح الاوعيه الدمويه علشان يقول لك ان الحاجات ديت ممكن تتعالج ازاي وازاي كيفيه الوقايه منها. احب اختم كلامي باني مهم جدا ان احنا نعرف الحاجات اللي بتسبب لنا امراض الاوعيه الدمويه واللي هي بتؤدي الى حدوث الكلام ده، من اشهرها التدخين، من اشهرها المرض البول السكري. يعني انت لازم لما يكون عندك سكر لازم تهتم جدا بتنظيم سكرك. من اشهرها ارتفاع مستوى الكوليسترول، عدم ممارسه الرياضه. الرياضه بتحمي شرايينك وبتحمي الاورده وبتغسل الشرايين بتاعتك زي بالظبط ما بتعمل في شرايين القلب. من اشهرها ان احنا لا برضو لازم نمارس الرياضه، الرياضه مهمه جدا. لازم ناخد الدايت بتاعتنا كويسه، ما ناكلش الحاجات اللي بتزود لنا الكوليسترول. نشرب ميه كويس لانها بتغسل لك الشرايين وبتحسن لك الدوره الدمويه في رجليك. فيعني ان شاء الله ربنا يحميكوا دايما وما تحتاجوش خالص لجراح الاوعيه الدمويه، ولكن اذا حصل حاجه من الحاجات ديت فان شاء الله نقدر نديكوا الافاده وربنا يديكوا الصحه. شكرا، السلام عليكم.